طيب انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. انا يعني انا بحفظ القران، فانا انا بحفظ القران مثلا بعلمهم يعني ادب التمييز، ده كنت بنسي سن صغير، فكنت بقيت بنسي سن كبير مثلا فوق 10 سنين، تمام؟ فانا عايزه اعلمهم حاجه فيها ادب التمييز يكون يعني بسن كبير مثلا. لا انا معلش معلش يا رب عيدي تاني، انا محفظه قران وبعدين كنت بدي اول ما كلمت حضرتك قبل كده وسالتك عن الاداب الاسلاميه اللي هعلمها لهم هي ايه، وبدات بالفعل ان انا اقول لهم الاداب الاسلاميه الكويسه اللي تناسب سنهم، تمام؟ كده كده. ودلوقتي حاليا يعني بدي يعني فوق سن 10 سنين، فانا عايز اعرف الحاجات الاداب الاسلاميه اللي اعلمها لهم برضه للسن الكبير. 10 سنين. فوق 10 سنين فوقين. تمام. بنات ولا اولاد؟ ويعني يا دكتور ايه غير الاداب الاسلاميه؟ يعني ايه غيرها تاني؟ يعني انا مثلا فكرت في مثلا قصص الصحابه، ايه تاني غير كده ممكن اقولها لهم؟ وايه الكتب اللي انا ممكن اقرا منها واعرف منها الحاجات دي؟ تمام ممتازة. أنا هدعي لك يا روضة صراحة. سؤال تاني يا دكتور، اسمحلي. أنا نعم ها سؤال تاني، انا عايزه اعرف المخطوبه ازاي تعرف جوزها مثلا عصبي او مش عصبي؟ يعني الحاجات دي هو مثلا بيجي البيت فتره قليله مثلا ايا كان الوقت، بس مش هو ده الوقت اللي هيحدد مثلا شخصيته. يعني هو لو شخصيه خلاص هو خلص شغله جاي من القرايب وكده، يعني هعرف منين ان هو شخصيته؟ هعرف منين شخصيته دي؟ في حاجات كده ما بتبقاش تعرف مثلا هو عصبي هو هادي، طب هو هيجي هادي انا اعرف منين ان هو عصبي ولا لا؟ حاضر حاضر هجاوبك يا جميلة، وربنا يا رب يفتح بيك ويا ريت كل البنات لها همة كده وهدف كده في تحفيظ القرآن، يحفظوا ويعدلوا القراءة ويحفظوا غيرهم. طيب الآداب الإسلامية لسن 10 سنين، احنا عاملين حلقة تحفة جدا جدا للأولاد والبنات تقريبا في الموسم الثاني على السن ده تحديدا. 10 سنين يعني أنا ببتدي أتكلم البنات، وطبعا أنا بفترض إن أنت بتحفظي بنات، بكلم البنات في السن دوت عن ما هو مقبل عليه، هي مقبلة على سن بلوغ، فبكلمها إن البنت لما بتبلغ بيبقى كذا، بيبقى عادة يعني في مجموعه من البنات مثلا بتجيلي بلغت على 11 او 12، يعني يعتبر سنه او اتنين، بهيئها نفسيا. سن 10 سنين بتكلم عن الصلاه، بتقول لي في 10 فيما فوق يعني 11 12، طيب بتكلم عن الصلاه، مظبطين صلاه، بتكلم عن فرضيه الصلاه وحكم الصلاه وفايده الصلاه على وقتها ايه، وكل ما يمت للصلاه بصله، خشوعها وضوءها طهارتها، يبقى باخد فقه طهارة فقه صلاة، الإيمانيات والرقائق في الصلاة على وقتها والخشوع في الصلاة. تمام ظبطت الصلاة، يلا نخش بقى على بقية الأداب. خلق البنات إيه في الفترة دي؟ الحياء. يا هناكم ويسعدكم لو عندكم مربية زي رضوى كده، ولا بتعلمكم إزاي يبقى عندنا حياء، ويطلع اللهم بارك بقى، اللهم بارك على الجيل اللي طالع كله عنده حياء، عنده حياء وعنده عفة، حياء في الكلام، حياء في التعامل، حياء في غض البصر، حياء وحجاب وعفة وطهارة. بتكلم عن كده شروط الحجاب الشرعي، صورة النور لازم تدرس، لازم سن 10 فيما فوق لازم تدرس سورة النور بكل الأحكام اللي فيها، وعرفهم إيه كذا وإيه اللي المفروض وإيه الحجاب وإيه شروطه ومين المحارم وغير المحارم، واطلع إيه والأماكن والحجاب في البلكونة والحجاب على ناصية الباب من بره والحوش من بره، كل الكلام ده. بعلم الصدق، يا هناهم البنات اللي يطلعوا صادقات، يا هناهم بشوف بنات كده تقول لها بقول لها انت صادقه قوي، هو كده ولو على ابائهم وامهاتهم واخواتهم، بس يعني ايه التلطف في الكلام. اعلمها الرقه، ازاي تكون بنت ورقيقه، ازاي تكون بنت وبتبقى انثى، بتكلم واحده ست، مش بكلم بنت مش عارفه بتعمل ايه وبتسوي ايه وبتعمل في الكلام وقشطه عليك وكلام، يعني ما بنت انسه برنسيسه، ينفع الاميرات يقولوا الالفاظ ولا التعليق ولا كده؟ تقول لك ده كلام عادي، ما هو عادي عشان كل الناس قالته، مش عشان كل الناس قالته وعملته فهو عادي. خلي انت فيه رقي في كلامك. الصدق، الامانه، الحياء، الحجاب، حسن الخلق، الصوت الواطي، ازاي تبقى رقيقه، اداب الجلوس، اداب الطعام، اداب الكلام،
كل الكلام ده، ازاي اصفي قلبي وعلاقتي مع ربنا، ازاي اعمل ليا حال مع الله. الكتب اللي تقريها، اي كتب في الرقائق والاخلاق، عنده كتب الاخلاق كتيره، في كتاب الغزالي، وعندي خدي مدارج السالكين الاخلاق اللي فيها، خدي يا ست الاربعين نووي، خدي السيره واللي طالع منها، حاجات كتيره جدا جدا، تفسيرات القران يا هناك ويا سعد، اسماء الله الحسنى. لو بدات مع اقول ولا عايزين نقعد نقول الكلام ده، نسيب الحلقه ونقعد نقول الدرس الشرعي، كل الحاجات دي. ويطلع من تحت ايديك يا بنات، انا افتكر بنوتة كانت بتجيلي وهي في كيجي، كانتش لسه دخلت مدرسة، البنت دي كنت بجيبها، كنت لسه بنوتة، اجي من الكلية فترة الصيف اقعد مع العيال والبنات اللي في الشارع ونعلمهم الوضوء بقى، وداخلين ومش عارفة ايه، ولحد ما رضي يروحوا معايا المسجد، الاول بيجوا البيت وامي تيجي البيت مالوا فيه كله مية، او لا كان بيتوضوا يتعلموا الوضوء. قابلتها بعد 15 سنة وهي بتكلمني بتقولي انت فاكراني يا فلانة، انت فاكراني؟ قلت لها بتقولي انا بنوتة الصغيرة اللي كانت بتيجي، اللي كانت عاملة قطتين. عمر الزرع يا بنتي اللي انت زرعتيه ده ما هيتنسى، والغرسة والنبتة اللي انت عملتيها دي هتتحصد. قول احنا لسه فاكرين الاذكار، احنا لسه فاكرين الوضوء، احنا لسه فاكرين النصيحة اللي بتقولوها لنا. هدعو الله سبحانه وتعالى يبارك لك في الامر ده. سؤالك الثاني يعني هياخد تقريبا بقية الحلقة، ازاي اعرف الخاطب عصبي ولا لا، او الصفات الوحشة اللي فيه. خلوه يتكلم، ادوا له اريحيه في الكلام، عرضوه المواقف، اساليه عن حاجات في المستقبل، خلي الامور تتكلم وشوفي، خلي يبقى في موقف وافتحي قضيه منتشره في المجتمع، حاجه ثقافيه، حاجه اجتماعيه، حاجه خاصه بيكي، حاجه خاصه بالامور والترتيبات والكلام ده وتعامله ازاي، اسمعيه وهو بيتكلم مع الصناعيه ومع الناس وبتاع، شوفي بيعمل ايه، عنده طوله بال، بيتعامل معاكي ازاي، وهو بيتعامل معاكي صبور، وهو بيتعامل معاكي يحسك بنته كده وبيتلطف معاكي، ولا هو كده، واذا كان عاجبك هو ايه، وانت هتعامل انت هتقولي لا من اولها كده، اذا كان فتره الخطوبه دي بنشوف المفروض الرقه والمعامله الجميله، لا بيتص كده من اولها، تخافي واسالوا عليه السؤال عليه، وامنوا الناس يا جماعه، يا جماعه عشان خاطر قولوا يا جماعه ده زواج، امنوا الناس ولهم عيب، عيب لما تخدعونا او تداروا علينا او تدلسوا علينا في حاجه زي كده، ده زواج، يردوكوا تطلع مطلقه ولا معاها عيل ولا كذا، ما ينفعش. فامانه القول ذات نفسه، وانا احيي والله كل حد يقول لك والله فلان ده، لا فلان ده حريق السجاير، فلان ده ما تاخدوه ازاي، ترموا بنتكم الرميه دي، جزاهم الله خيرا انهم بينصحوا، بيقول لك انا اقول لك احنا هنقول بقى ينفعها كده، يا بخت من وافق في عرسان، ما هو سيبقى عريس، يبقى راجل، ولا هي اي حد وخلاص. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقك التقي النقي، اللهم امين.